طول عمري بحب أهرب دايما من نظرية المؤامرة. يعني أنا واحد مش مقتنع بنظرية المؤامرة، عمري ما حطيتها في دماغي، بس في مفارقة عجيبة يعني يمكن لاحظتها، باعتبار طبعا أنه مبارح زي ما كانوا بيقولوا كده عيد الأب. سيبك من أنه محدش افتكره في بوست حتى على الفيسبوك، يعني مش بنتكلم في هدايا، احنا بس بنتكلم في حاجات بسيطة جدا اللي هي كل سنة وانت طيب يا بابا. الكلمة دي ما بتتقالش، يعني انت متخيلة؟ طب هدية؟ مفيش أي حاجة من الحاجات دي. نشيل ده كله على جنب. لما حبوا يختاروا بقى يوم يحتفلوا بيه بالأب، اختاروا إمتى؟ أول يوم في الصيف 21 يونيو. لكن لما حبوا يختاروا يوم يحتفلوا بيه بعيد الأم كان إمتى؟ كان 21 مارس، أول أيام الربيع. أعتقد مقصود، يعني أنا معاك في أول جزء أنه فعلا يمكن ما كانش في ناس عارفة، اتفاجئنا كلنا على يعني ما نحن عارفين التاريخ ده، لكن بنتفاجئ كل سنة أنه في عيد للأب، لأنه الموضوع جديد علينا شوية، لسه مش متعودين عليه. لكن الناحية التانية أنه مختارين أول يوم في الصيف ده عيد للأب، يعني أنا متهيألي أنه في حساسية شوية في الموضوع ده. هيفرق معاك إيه يعني؟ أصل خلاص هو الربيع التاخد، إن أنا لو احتفلت هحتفل والدنيا حر. الربيع التاخد هتاخد خريف ولا شتاء؟ ما كده كده بقيت الفصول صعبة، يعني زي ما قلت لك إن في حساسية شوية. المهم إن في عيد للأب، يعني دي حاجة كويسة، اخترناه يوم وبقى في عيد للأب. وإذا كان على بوستات الفيسبوك، يعني متهيألي امبارح انتوا قمتوا بالواجب وزيادة. خليني أقول لك على حاجة، احنا قمنا اللي هو احنا كنا بنطلب، صح؟ ده حقيقي. ده حقيقي. لا بصراحة أنا ما أقدرش أتكلم في الموضوع ده، لأنه حقيقي أنا شايفة إنه يمكن مش ناس كتير اهتمت بالموضوع ده. وأنا عرفت إن في عيد للأب من الرجالة اللي كاتبين على فيسبوك، إنه ما حدش كتب لنا حاجة يعني. فبصراحة عندكم حق، أنا شايفة إن الموضوع فيه ماركتينج للستات أكتر شوية، بيعرفوا يعملوا ماركتينج أحسن. خلينا نشد انا بسمعه ده. لا انا بقول اللي ليا واللي عليا، يعني كل اب بصراحه ليه دور مهم جدا ودور كبير جدا. لكن كنت حتى لسه بتكلم مع حد ان الستات يمكن عارفه تعمل ماركتنج كويس اكتر شويه، يعني حتى تلاقي البراندز او الـ اي حاجه ليها علاقه بالاطفال بتخاطب السيدات، مش عشان هم المسؤولين عن الاطفال. ده جميل، مسؤولين بقى عن الشراء والحاجات اللطيفه بتاعه البيت، ده امر طبيعي. انما برضو ما نقدرش ننكر دور الاب. دور الأب واضح، هو السند، هو الحصن، هو الأمان. ده كلام أعتقد أنه لا خلاف عليه. بس أنت لا طبعا، بس أنت دلوقتي قلتي أنه ما فيش أي حاجة ولا في رمزية ولا في دلالة أن احنا اخترنا عيد الأم أن يكون في الربيع، وعيد الأب أن يكون في عز الحر. يعني عيد الأم ست الحبايب يا حبيبة، حتى شوف الأغاني حتى اللي بيستخدموها في عيد الأم، أغاني كلها جميلة والجو بيكون جميل وكل حاجة لطيفة. لكن نيجي بقى عند الأب، أنا مش قادر أحدد مين اللي عمل الحركة دي. أنا عايز أعرف مين هو. لا في أغاني للأب، في اغاني للاب. ده قالوا له ايه؟ قالوا له في اغاني الأب. بس اغاني يعني حزينه شويه. اغنيه مدحت صالح وانت السبب يابا يا اللي خليت بيا، حاجه كده. ده حقيقي، يعني بصراحه الاغاني حتى للاب يعني فيها شويه عتاب. شوية حتى عتاب، ما فيهاش اي حاجه. لا انا شايفه حاجه، انه في دلوقتي بصراحه، خلينا نتكلم بصراحه، في احصائيه انا قريتها بيقولك ان الميلينيالز او مواليد التسعينات وما فوق من الابهات بيشاركوا الستات اكتر في تربيه اولادهم ومسؤوليات البيت حتى بيقوموا بيها. حتى الابهات بصراحه لا بيشقوا، يعني خلينا نقول ان الراجل بصراحه بيطلع من الصبح لغايه بالليل بيقعد يشتغل، فدور الاب مهم جدا وبقى ليه دلوقتي دور كبير كمان في تربيه الاولاد. يعني حتى كنا الاول نلاقي ان البنات بس او الستات بس هم اللي بيودوا التمارين وهم اللي بيذاكروا. مظبوط. في الحقيقه انا بشوف دلوقتي، عشان اقول ليا ولا عليا، بشوف نماذج كتيره جدا من الابهات بتعمل الدور ده، بتقوم بيه على اكمل وجه. فهي ماركتنج زي ما قلت لك، الموضوع تسويق. انا بشكرك طبعا على موقفك النبيل من الاباء، وزي ما انت قلتي حتى لو هو ما عملش كده فهو عنده دور اكبر من كده فعلا، ان هو السند، هو الحصن، هو يعني لما اكيد كلنا بنشوف اي حد والده بيتوفى بيكتب ايه؟ بيقول انا ظهري اتكسر. لان فعلا الاب هو السند. لو والدك لسه عايش زي ما بنقول كده، حب على ايده، ارضيه، شوفه هو عايز يعمل ايه واعمله له بدون جدال او نقاش. ولو والدك توفى ربنا يرحمه ويصبرك ويقويك على فراقه. كل سنه وكل الاباء بالف خير، بنصبح لحضراتكم مره تانية. اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.